وللحديث عن واقع التعليم في العراق والنسب المتدنية بالنجاح في امتحان شهادة الصف السادس الإعدادي، معنا من كوالالمبور الأكاديمي والباحث السياسي السيد محمود المسافر. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، بارك الله فيك وتحية لك ولمشاهديك الكرام. ما السبب وراء هذه النسب المتدنية بالنجاح في امتحان شهادة الصف السادس الإعدادي؟ نعم، أود أن أؤكد أن ما ذهب إليه أولاً رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع صبار هو صحيح تماماً، أن المحاصصة تتحمل الجزء الأكبر مما حدث في التعليم العراقي وفي جانبيه التعليم التربوي والتعليم العالي في العراق، ولكن أسأل رئيس الوزراء: ألم يأتي هو في المحاصصة على أساس المحاصصة؟ ألم يأتي رئيس جمهوريته عبد اللطيف رشيد على أساس المحاصصة؟ أليس كل الوزراء جاءوا على أساس المحاصصة؟ المحاصصة سياسة متبعة منذ أن احتل الأمريكان العراق إلى اليوم، ولذلك عملية التشخيص لوحدها لا تعد عملية مهمة لإيجاد الحل، لأنهم هم كلهم جزء لا يتجزأ من عملية التخريب المنظم الذي حدث للعراق طيلة هذه المدة التي تزيد عن 20 عاما اليوم. أما عن موضوع ما يحصل في هذا الموضوع التدني، أخي العزيز، أن قضية التعليم في كل بلد مبنية على 4 أعمدة رئيسية: المعلم والطالب والمكان والمنهج، وخذ كل واحدة منها وستصل إلى نتيجة أنه لا يمكن لأبنائنا التلاميذ العراقيين أن يأتوا بأي نتائج، لأنه هذا الرباعي من المتطلبات غير متوفر بشكل صحيح. 140 يوم أخي العزيز الطلاب متوقفون فيه عن الدراسة لأن يشاركون في قضايا دينية أو في مراسيم دينية الحقيقة متكررة، كل مرة نفس المراسيم وينطون بدل اليوم 10 أيام، وهذا الطالب لا يذهب إلى المدرسة، فماذا يتوقع منه؟ المعلم لا يحصل على راتب جيد، المعلم غير محترم في بلدنا اليوم، المعلم لا يحصل على أدنى متطلبات. نعم. العملية التعليمية بالكامل مبنية على مناهج غلط تتبدل يوميا، فماذا نتوقع للطالب أن يحصل؟ وكذلك المكان، اذهب إلى مئات وآلاف المدارس المهدمة، فلذلك لا يمكن أن نتوقع من الطالب أن يأتي بنتائج هذا، فيما إذا توقعنا أنه عملية الامتحانات وكل البروسيس اللي بعد الامتحانات هذا صحيح، فلذلك أنا لا غير مستغرب من هذه النسبة على الإطلاق، وأتوقع الأسوأ في المستقبل. سيد محمود، أنت تكلمت عن 4 أعمدة وفصلت فيها شرحا، لكن الوزارة كان لها رأي آخر، هي بررت ذلك أو تلك النسبة المتدنية بوجود ما سمتها اختلاف وجهات نظر بين الطلاب والمدرسين، ولم تتكلم عن تقصيرها سواء في المنهاج أو في الأماكن المدارس المخصصة للتعليم أو حتى في العلاقة مع المعلمين. لماذا باعتقادك تتجاهل الوزارة جوهر المشكلة التعليمية في العراق؟ أخي العزيز، الوزير وبعض الـ 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 الوظائف المهمة في الوزارة هؤلاء جاءوا على أساس تقسيمات حزبية وطائفية إلى الوزارة، لا يستطيعون أن يتحدثوا عن جوهر المشكلة، بل إن التبرير الذي أعطته الوزارة من السخف بمكان لا يمكن قبوله حتى من طلبة الابتدائية. الحديث عن اختلاف في وجهات نظر، هذه ليست مناقشة سياسية أو اجتماعية حتى يكون هناك خلاف في وجهات نظر بين الطلاب والأساتذة. العملية التعليمية مبنية بالأساس على منهج يمشي عليه ويتبعه بشكل كامل الأساتذة وكذلك الطلاب. إذن عندك مشكلة أساسا في المنهج الذي أدى إلى هذا ما يسمى بالخلاف. أنا لا أعترف بما قالته وزارة التربية على الأطلاق، ولا أعتقد أنه صحيح كخبير أقول ذلك على الأطلاق، وأنها محاولة هروب إلى الأمام لعدم إعطاء من أجل عدم إعطاء الأسباب الحقيقية التي تدينهم وتدين النظام السياسي الذي هم جاءوا على أساسه ووفقه. من ناحية أخرى دكتور، عندما تقول وزارة التخطيط بأن العراق في حاجة إلى 88 ألفاً من الملاكات التربوية المتنوعة، هذه فجوة
ضخمة ورهيبة فيما يتعلق بهذا الموضوع. كيف يمكن لوزارة أن تعمل وتحصد نتائج جيدة في ظل حاجة ماسة وكبيرة لهذه الأعداد؟ لا، أنا أولاً أشكك فيما تقوله وزارة التخطيط بالكامل لسبب بسيط، لأنه هم لا يوجد لديهم التوزيع الأمثل أو التوزيع المثالي للأساتذة والمدرسين على المدارس. المدرس الفلاني يتبع الحزب الفلاني، لا يستطيع أحد أن ينقله من المدرسة القريبة من داره، أو المدرس الفلاني الفضائي الذي يأخذ راتباً فقط من المدرسة وما يداوم لا يستطيع أحد أن يجبره على أن يداوم. يعني تتوقع أن العدد أكبر أم أقل تقصد؟ لا، العدد أقل، وممكن أن لا يكون موجود أساساً. الدولة تعاني من تضخم العمالة، هناك بطالة مقنعة شديدة جداً في كل القطاعات، ومنها قطاع التعليم والتعليم العالي، وكل ما يقال غير ذلك هو كذب وتفريط في حقوق الناس وفي حقوق هذا المجتمع. لذلك عندما يقول 88، لأن هناك عشرات بل مئات بل آلاف المدارس في القرى النائية لا يريد أحد أن يخدم فيها، لأن المدرس ولأسباب كثيرة، منها أسباب منطقية، منها الراتب ماله، منها عدم وجود طرق مناسبة، لا يريد أن يذهب إلى المناطق النائية، عدم توفر الحياة الكريمة إلى في المناطق النائية لا يذهب. فهو في تخيل وزارة التخطيط عندما تكتب وزارة التربية أننا بحاجة إلى 10 مدرسين في القرية الفلانية، معناه أن هذا نقصا، هذا ليس نقصا، هذا عدم توزيع مثالي، عدم توزيع أمثل لما موجود لديهم من كوادر في وزارة التربية. نعم. طيب، بشكل عام خطورة ما يعانيه قطاع التعليم الآن على مستقبل الطلبة وعلى مستوياتهم العلمية وعلى تطور العراق لمن كان يعنيه الأمر يعني. أخي العزيز، هناك خطة، أنا قلت هذا في كثير من اللقاءات، هناك خطة مبرمجة اليوم لإخراج العراق من دائرة التعليم الدولي. اليوم العراق في أخطر موقف، هناك أكثر من 40% من طلاب المدارس الابتدائية أو ممن هم في عمر 6 سنوات لا يدخلون إلى المدرسة. هناك بحدود أكثر من 30% من طلاب المدرسة الابتدائية لا يصلون إلى الصف السادس ابتدائي. نحن نتحدث عن فترة لا تزيد عن 20 سنة من الآن وسيتحول العراق إلى بلد أمي بالكامل. حتى نوعية التعليم الموجودة الآن لا تخرج متعلمين، تخرج أنصاف متعلمين، وهذا سيدفع العراق بعيدا في سلم التعلم الدولي. وهذا ما أرادته الولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية العالمية وما تعمل عليه إيران اليوم. نعم، أشكرك جزيلا السيد محمود المسافر الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من كوالالمبور.